أحمد الشاعر، حياك الله. ما هو انطباعك عن هذا الملتقى؟ والله ما شاء الله ملتقى كبير وحضور وافر ما شاء الله، وشاركت فيه أكثر من مرة، وهذه أفضل سنة يعني الآن كترتيب وكجماليات أكثر. ما هو الجناح الذي شدك في هذا الملتقى؟ والله في أجنحة كثيرة، في نجران، في المدينة، وفي ركن القصيم، في أشياء كثيرة. يعطيك العافية. الله يحييك. نرحب بأحد زوار الملتقى، نتعرف عليك. محمد المبارك، حياك الله. ما هو انطباعك عن الملتقى؟ هذه أول مرة لنا في الملتقى، والملتقى بشكل عام يعني ما أقدر أقيمه عن السنة الماضية لأني ما شاركت في السنة الماضية، لكن كانطباع أول يومين خلنا نقول يعني ممتاز، جيد جدا. أنا ما ودي أقول ممتاز لأن الطموح أكبر، لكن أنا أشوف أنه جيد جدا، أقدر أقول جيد جدا، مرضي. ما هو الجناح الذي شدك في الملتقى؟ أتوقع الجناح التقنية، لأن الحين في إحنا قاعدين نشوف تطور في التقنية اللي قاعد يصير، وفي أبليكيشنز من شباب سعوديين قاعدين يطورونها من سكراتش، يعني بادين في الصفر، فهذه الشغلات اللي شدتني لأن عندهم أفكار إبداعية، وأتمنى أنكم تسلطون الضوء عليهم أكثر ليأخذون حقهم إعلاميا. فأنا أعتقد أنهم يعني هم محتاجين، عندهم المهارة، عندهم الموهبة، ناقصهم شغلة واحدة فقط اللي هي طويل العمر الإعلام، أنه يصير يسلط الضوء على الشباب المميزين اللي أمثالهم. يعطيك العافية، موفق. يعافيك ويسلمك، شاكر. نرحب بأحد زوار الملتقى، نتعرف عليك. ممدوح الجويعي، حياك الله. ما هو انطباعك عن الملتقى؟ والله ممتاز الملتقى، أعطيه تقدير امتياز. ما هو الجناح الذي شدك؟ الجناح اللي شدني جناح المدينة المنورة وجناح القصيم، هذا اللي، وجناح الصادرية بوادي الدواسر. يعطيك العافية، شكرا لك. نرحب بأحد زوار الملتقى، نتعرف عليك. الأخ فهد محمد الشهراني، حياك الله. ما هو انطباعك عن الملتقى؟ والله انطباعي عن الملتقى انطباع جيد، وشايفين تحسن في كل سنة كل فترة عن العام اللي قبله. ودي أنه يكون في تمديد الفترة عشان صادف فترة الإجازة الربيعية حقت المدارس، يكون في زيادة عدد الزوار، تنظيم جيد، تواجد جيد، تغيير الشركات جيد. أشكر القائمين على هذا الملتقى. جميل، ما هو الجناح الذي شدك في الملتقى؟ والله جميع الأجنحة جيدة، ولكن حبي لأجنحة الطيران والسفر والسياحة هو اللي شدني، جناح الطيران الخاص هو اللي شدني شوي، ولا جميع الأجنحة مميزة صراحة. توفيق إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا لكم.